مين مع السيدة مصطفى؟ تتفضل. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخنا، عندي كام سؤال بعد إذن سيادتك. اتفضلي. هو أنا لو أنا مثلا في البيت ولابسة ترنج البيت، هو أنا ينفع أصلي بيه؟ تاني كده، إيه تاني؟ الترنج بتاع البيت. طيب. أصلي بيه؟ حاضر. ده سؤال أولاني، أنت قلت عندي عدة أسئلة، ده السؤال الأولاني، السؤال التاني. السؤال التاني، أنا جوزي مثلا مسافر على الطريق، دايما هو على طريق يعني. ومثلا بيبقى واقف في مكان فيه يقف ممكن فيه يومين او ثلاثه، وينفع يعمل الصلاه قصر فيه؟ انتوا السفر بيكون لمده 3 ايام مثلا، ولا انتوا هتقعدوا في المكان 3 ايام؟ لا، هو اللي مسافر على الطريق شغله يعني. يعني هو بيسوق لمده 3 ايام مثلا. فبيبقى واقف، لا وقف بقى خلاص في المكان ده، هيحمل منه شغل وكده، فبيبقى مثلا واقف فيه 3 ايام 4 ايام كده حسب الشغل. لا، لازم نعرف المده، هو المكان اللي هيقف فيه ده هيقف فيه كام يوم؟ ما بيزيدش عن 5 ايام، صح؟ لا ما بيزيدش. طيب اجاوب حضرتك السؤال التاني، السؤال التالت. السؤال التالت، دلوقتي انا عندي والدي، طبعا هو يعني كان شبيه نفس السؤال اللي كان من شويه، هو منفصل عن والدتي وما بيسالش علينا خالص، ولا صاحبنا، لا في جهاز ولا في اي حاجه. انا اتجوزت انا واختي وتمام والحمد لله، هو ما بيسالش علينا خالص. ونسال يا شيخنا يعني لازم احنا اللي نروح ونسعى، وبيكلمنا بطريقه وحشه باسلوب وحش لدرجه ان احنا مش بنبقى عايزين نتعامل معاه. ولو مثلا طلب مننا نعمل له حاجه، اكله، هدمه، اي حاجه نيجي نعملها له، يدينا فلوس احنا بناخدها على ان انت كده يعني احنا مش اجاريه، احنا بنعمل لك عن حبي والله. طب يعني فين سؤالك يا ام مصطفى؟ انا لو انا قاطعته انا واختي، احنا مش عارفين نتعامل معاه يا شيخ. طب هقول لك داخل سنه ومش بيكلمنا. هقول لك تتعاملوا معاه ازاي يا ام مصطفى. اول سؤال سالتيني عليه، ينفع اصلي بالترنج بتاع البيت وانا مغطيه كل جسمي سوى الوجه والكفين؟ ينفع ان انت تصلي بده ما دمتي بتصلي في بيتك. السؤال الثاني، السفر الزوج، اذا كان السفر بتاع الزوج دوت حتى في المكان اللي هو رسي فيه او وقف فيه عشان يحمل ما بيزيدش عن 3 ايام غير يومين الدخول والخروج، ينفع يجمع ويقصر فيه؟ ينفع يجمع ويقصر فيه ما دام ما زادش عن 5 ايام، يعني يوم الدخول للمكان ده ويوم الخروج. نفترض ان النهارده اهو راح النهارده الاثنين، مش هنحسب الاثنين، وقعد الثلاث والاربع والخميس ومش الجمعه، ادي كده اهو، يبقى شلنا الاثنين وشلنا الجمعه، فقعد الثلاث والاربع والخميس، ينفع يجمع ويقصر في الصلاه دي. اما والدك استمري في الاحسان اليه. هو كل الحكايه ان الاباء في بعض الاحيان بيبقى عندهم احساس ان اولادهم ناظرين لهم نظره مش كويسه، فالاحسان اليهم بيغير نظرتهم. كل ما تحسني اليه، طب هو ما بيكلمكمش بقاله سنه ونص، كلموه انتوا سنه ونص، يعني كلموه، لا تتوقفوا ابدا ولا تنقطعوا عن معاملته. طب بيأذينا، تواصلوا معاه بمقدار ما لا يؤذيكم. الامر الثاني، ان الكلمه او النظره ده مش مدعى ان الانسان يقاطع ابوه ولا امه ابدا، ده احنا وصلنا وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفه. يبقى إذن الكلام ده ان واحد نظر لي او واحد قال لي او واحد كشر في وشي او واحد زقني او واحد طردني من البيت، كل ده ما يمنعش من بر الوالدين، كل ده لا يمنع من بر الوالدين. ليه؟ طيب عشان احنا ما عندناش كرامه، بلاش الطريقه دي. لا، لان هم كانوا سبب في وجودكم، وعشان كده هنبرهم وهناخد ثواب، هناخد ثواب الصبر وثواب صله الارحام وثواب محاسن الاخلاق، كل دي ثواب. ولذلك بر الوالدين إذا كان واجب فهو ثوابه ثواب الواجب العظيم، إذا كان فرض فثوابه ثواب الفرض الكبير. فعشان كده داوموا وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى تجدوا البركة والنور في حياتكم إن شاء الله.